السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه كريشي ميكر. في فيديو النهارده هننفذ سليبر مكرميه بطريقه سهله وبسيطه. لو مبتدئه هتنفذيه معايا بكل سهوله. طبعا لو انت مبتدئه في شغل المكرميه فالسليبر هو من اسهل الحاجات اللي انت تبداي تتعلميها. الخامات اللي انا هستخدمها هو سليبر بصمه، ده شكل السليبر البصمه. الخامه بتاعته جميله جدا ومش بتقشر خالص، هتلاقوها في جروب كريشيستا. يعني بصي مهما تقشري حتى لو بتضافر مش بيقشر خالص، هتلاقوه موجود في جروب كوريشيستا. كل الخامات من اول السليبر لحد اللزق انا جايباها من جروب كوريشيستا. هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. لو اول مره بتشوفيني بتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتي، واعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. بالنسبه لخامات السليبرز، فكذا حد بيسالني اجيبها منين. احسن مكان تجيبي منه خصوصا لو هتجيبي اونلاين هو جروب كوريشيستا، لان هما بقالهم 4 سنين شغالين في نفس الماتيريالز، فهم احسن فينش للسليبر. وده مش بشهادتي لان انا شهادتي مجروحه، فانتي ممكن تشوفي الريفيوز بتاعت العملاء بتاعتهم على الجروب بتاعهم. حرفيا هما انضف واحسن ماتيريال في السليبر. انا هوريكم كل اشكال السليبرز بتاعتهم. اشتغلنا في الفيديو على السليبرز البصمه، فانا مش هوريهولكم. ده النوع الفلات اللي هما يعني اكتر حاجة بتتباع عندهم، ده الفلات العادي اسمه فلات عادي، تمام. ده اللون البيج بتاعه، وهما مش بعتين لي احسن حاجة، لا هو دي الماتيريال بتاعتهم كلها. بصوا السمك بتاع السليبر ده، يعني انا فعلا عندي من الاشكال دي اللي بتاع السنة اللي فاتت لحد النهاردة، هي ما بصمتش، بل بالعكس محتفظة على جودتها. ده اللون التاني من الفلات العادي الهجون، ده برضو شكله بصوا التقفيل تحفة. ده النوع التاني اللي هو المربع. هو الفرق ما بين الخامة دي والخامة التانية ان هو يعني ده ارقى شوية، بس كله حلو جدا. انا بحب ده قوي، مريح في اللف بصراحة، كنت معايا منه السنة اللي فاتت. في برضو منه بيجي اعتقد، وده البيضاوي. البيضاوي برضو تحفة. النعل ده مختلف عن بتاع السنة اللي فاتت بس عجبني برضو، يعني ده فينش تحفة، يعني يدي شغل بجد فينيش جميل جدا. فهم في شغل السليبرز هم متميزين جدا، وانا شهادتي زي ما قلت لكم فيها مجروحه جدا، لان جروب كروشيستا يعتبر هو اللي بيمول القناه بتاعتي في الماتيريالز. فانا يعني هو اقل حاجه ان انا بس اذكر دورهم، وان هم فعلا عندهم احسن خامات. بجد انا مش قصدي اي كلام على اي جروب، لا حقيقي هم الماتيريالز بتاعتهم في السليبرز بالاخص، والخيوط المحلول التركي والمجدول تحفة حقيقي. يعني هسيبكم بقى مع الشرح. ده الخامات اللي انا هستخدمها هما 3 الوان من خيط المكرمية المحلول. ممكن طبعا تشتغلي باي 3 الوان او بلون واحد عادي. وهستخدم سليبر بصمة، تمام. هحتاج فرشة تسريح ومقص والسوبر جلو الصاروخ، وهحتاج مثبت الشعر، وده النوع الغراء اللي انا بستخدمه، تمام. السليبر عندي هو عبارة عن 3 اجزاء، فانا هبدأ باول جزء اللي هو هنا في اللون الزيتي. قصيت كده 4 خيوط طولهم 60 سنتي، وهحتاج قطعة صغيرة ثبت عليها الخيوط دي، قطعة حوالي 15 سنتي، تمام. همسك ال4 خيوط واثبتهم، كأني بعمل عقدة تثبيت عادية. تاني خيط، انا خلصت كده وعقدت الخيط بتاعي ولزقته. على اي حاجه بقى تشتغلي عليها تبداي ان انت تثبتي الخيط بتاعك من هنا ومن هنا. انا مرضتش اشتغل على لوح الفلين عشان اوريكم، لو اي حد مش متاح عنده حاجه ان هو يدبس فيها بدبابيس فيبقى يلزق من هنا ومن هنا. هسيب كده اول عقده واخر عقده، وهاخد كده العقده اللي في النصين اللي هم دول، هاخد كده اللي هي رقم 3 وهعديها على اللي هي رقم 2. انا بعمل ضفيرة مكونة من 4 بس ليها طريقة معينة. هاخد بقى اول واحدة
واسحبها كده على رقم 3 اللي احنا فوتناه على رقم 2 بالشكل ده. تمام، الاخيره دي هسحبها من تحت الخيط ده بالشكل ده وهخليها فوق اول عقده عندي بالطريقه دي واضيق الخيوط بتاعتي بالشكل ده. تمام، هبدأ ان انا اضيق الخيط، وانا بضيق احط ايدي كده على الخيط عشان مفيش خيط يتحرك. هكرر تاني، هاخد بقى الشغل الضفيرة بعد كده شغلها ومتكرر، هو ان انا باخد العقدة دي اللي هي الخيطين الاولانيين من فوق دول بالشكل ده، وباخد الاخيرة دي من تحت الخيطين، يعني واحدة من فوق واحدة من تحت بالشكل ده، وبفوتها على اول خيطين عندي اللي انا سحبتهم دول بالشكل ده. تمام، اسحب برضو الخيوط، كل مرة بسحب الخيوط حلو عشان تبقى الضفيرة بتاعتي مشدودة وضيقة في نفس الوقت، لان انا مش عايزاها عريضة قوي. تمام، هبدأ اشد وارفع فيها بالشكل ده. هكرر، هاخد كده اول خيطين فوق الخيطين اللي جنبهم على طول بالطريقة دي، وهاخد اخر خيطين من تحت الخيطين اللي جنبها بالشكل ده، وافوتهم على اول خيطين دول، وابدأ ان انا اكرر لغاية ما اخلص الخيوط كلها، او لغاية ما اوصل لطول الضفيرة. طبعا الطول بتاعي هيبقى من اول هنا، هنشوف العرض بتاع الضفيرة من اول هنا كده مثلا لحد هنا بالظبط. تمام، فانتي هتفضلي شغالة على المقاس بتاعك. اكرر اول خيطين، هاخد اخر خيطين دول من تحت الخيطين اللي جنبهم على اول خيطين سحبتهم بالشكل ده، وضيق الخيوط بتاعتي. تمام، تكرار. ايه، انا خلصت كده الطول اللي انا عايزاه، خلاص اشتغلت لحد هنا بالظبط. الخطوه اللي بعد كده بقى هحتاج اي حاجه انتي بتنضفي بيها شغل المكرميه بتاعك. انا بحب انضف بابره الكروشيه جدا، دي ابره رقم 5 ملليمتر، فانا بحب انضف بصراحه بابره الكروشيه عشان هي اكتر ابره بتساعدني. هلف كده الشغل بقى للظهر. تمام، الخطوه دي انا هنضف الخيوط بتاعتي الزياده، بس هخلي بالي وانا بنضف علشان الخيوط طبعا لو نضفتها بطريقه مختلفه عن اللي انا هنضف بيها دلوقتي هتبوظ لي شكل الضفيره بتاعتي. هدخل هنا كده بالراحه جدا، هاخد اول خيطين دول اللي هم هنا اللي هم اول خيطين يعتبر. تمام، واسحبهم بالشكل ده. تمام، انا بشد بالراحه جدا، هو مجرد بس ان انا بسحب الخيوط بتاعتي. تمام، هسيب دول وهاخد تاني خيطين دول. طبعا هشوف الخيط اللي انا سحبت ده وضيقه برضه عشان ما يبقاش مبهوأ، يبقى مشدود على الخيوط اللي انا منضفوها. هرجع دول بقى ورا وهاخد كده ممكن اي خيطين بقى، بس بشوف ان هي مسحوبة صح، يعني بيبقوا كده. تمام، هسحبها مثلا هنا بالشكل ده. انا الاطراف هلزقها في شمع، مش هقصها، يعني هقصها الاول بس هقصها قصدي بعد ما ملزق بشمع عشان ما يبقاش بينالي من هنا، لان لو قصيت على طول هتطلعلي من جوه الضفيرة هنا. تمام، برضو لو لقيتي شكل الضفيرة متلخبط هتظبطيه قبل ما تنضفي الخيوط كلها. تمام، هنا دول الخيطين اللي انا نضفتهم في البداية. اكمل، هاجي انا كده
بعد ما بننضف الخيط بنلاقي ان الجنب بتاعي مش مكلكع خالص، بنلاقي عشان كل خيط مسحوب في حتة غير التانية، فانتي لما تقصي هتلاقي الخيوط عادي مبططة، وبالذات لما تلزقي كل كده خيطين بحتة شمع هنا. تمام كده انا خلصت اول جزء، ناقص بس الخيطين دول، فانا بدور لهم على عقدة ما تبينهمش قوي، هيجي هنا كده مثلا واسحبهم. والخطوة اللي بعد كده بقى زي ما قلت لكم، هلزق الاول بشمع وبعد كده اقص الزيادات على طول. تمام بس كده انا نظفت كل الخيوط وشكل الضفيرة بتاعي ما اتغيرش صح. بعد كده هسحب الخيطين دول برضو بنفس الطريقة، هاجي هنا كده. اهم حاجة العقد اللي احنا ثبتناها نضيقها جدا على بعض، نحاول ان احنا نزق فيهم عشان يبقوا بنفس عرض الضفيرة بتاعتي، لان انت لو سبتيهم على ما انت معقدتي هتلاقي ان هم عرضهم كبير اوي، فاما تيجي تثبتيهم هنا يبقوا واخدين حيز كبير، واحنا مش عايزين الحتة دي، لا عايزين ان هو يبقى سيمبل برضو. تمام اخد بقى كده من كل طرف الخيط بتاعه، تمام كده انا خلصت ونضفت اول جزء معاكم. هلزق بقى بشمع واقصقص الزيادات بتاعتي. قبل ما الزق هنبدأ نشتغل الضفيرة رقم 2. اشتغل الجزء التاني عندي في السليبر وهو الضفيرة المنت، فانا هبدأ ان انا اضفر ضفيرة عادية جدا كأنك بتضفري شعر حد بتلت حاجات. فانا هنا عندي 3 عقد برضو ضيقتها من هنا زي ما قلت لكم، هبدأ ان انا اخد بقى اول عقدة فوق تاني عقدة بالشكل ده، وهاخد اخر عقدة فوق العقدة الاولانية اللي انا اخدتها فوق تاني عقدة، وافضل اكرر واحد واضيق برضو الخيوط وانا شغالة، 2. طبعا اي حد بيعرف يضفر الشعر يعني، فدي مش صعبة. تمام برضو الضفيرة الاولانية لو صعبة عليكي عادي ان انت تعملي الضفيرتين نفس الشكل. تمام هبدأ بقى اشتغل القطعة اللي هي الاوف وايت، هتكون بعرض الوش بتاعي، هحتاج كده قطعة خيط بالعرض، وهطولها طبعا شوية عن العرض، وهحتاج قطعة مثلا طولها 15 سنتي عشان هي اللي هتكون الشراشيب اللي انا هثبتها هنا. الاوف وايت بتاع كورشيستا تحفة، ده الشكل بتاع الخيط، هتشوفوه هو متسرح مش طبيعي، والفتلة نفسها رفيعة وحلوة جدا، عجبني جدا 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 في شغل السليفرز. فهاتوه من كورشيستا، الخيط هتشوفوه وانا بسرحه معاكوا هيكون عامل ازاي. وطبعا عملنا برضو بيه الفيديو بتاع الشرشوبة وكان حلو جدا. انا هبدأ بقى اثبت العقد بتاعتي، بس هغير، انا كنت بعمل كده وبثبت في العقد اللي فاتت، فانا لا عايزة اعقد العقدة التانية عشان يبقى عندي خط كده بارز في السطر ده، فهثبت الخيط بالشكل ده. تمام هنزل كده بالخيط تحت الخيط اللي هو بعرض الوش، وهياخد الطرفين من قلب الحلقة اللي هي هنا. تمام واسحبهم بالشكل ده. طبعا اللي مش عايز شكل العقدة تبقى كده هيعقد عادي زي ما كنا بنعقد وثبتنا هنا الاطراف بتاعت الضفيرة، لكن انا حابة ان انا اعمل الشكل ده. هياخد بقى كده انا محتاجة 17 عقدة، اكرر لغاية ما اخلص ال 17 قطعة خيط بتوعي، وانا بعقدهم اربطهم كويس واثبتهم بالطريقة دي عشان برضو الفينش. ساعات بلاقي ناس عاملة فينش للعقدة دي وحشة قوي يعني، بيكون واسع جدا كده وشكله مش حلو، فلا ضيقي كده وزنقيهم جنب بعض، مش تزنقيهم قوي اللي هو تموتيهم عشان برضو ما تبقيش مكترة في الشراشيب اوفر، لا يعني خلي فيه نفس وخليه في نفس الوقت قريب من بعضه. تمام اكرر
خلصت كده ثبتت ال17 عقدة بتوعي، والعدد ده طبعا مش واحد ومش ثابت على حسب العرض بتاع السليبر بتاعك انتي وانتي بتشتغلي، بتقيسي وبتشوفي العدد بتاع العقد اللي المناسب للمقاس بتاعك، ده مقاس 37 زي ما قلت لكم، فالعدد مش واقف، وطبعا على حسب سمك الخيط، الخيط ده رفيع فهو مش رفيع قوي يعني هو 3 مللي. هبدأ بقى اكتر خطوة انا بحبها وهي التسريح بتاع الشرشيب المحلول. ايدي هنا وانا بسرح على العقد نفسها عشان ما توسعش مني. واكتر حاجة بتظبط القص بتاعك المقص، يعني لازم المقص يكون حامي. هسيبها بقى تنشف حاجة بسيطة وارجع لكم عشان نقصها سوا. هي خلاص كده نشفت، بس هقول لكم على حاجة، لو انتي اشتغلتي فردة من السليبر قبل التانية وانتي بتقصي الفردة التانية خليها قدامك، وطبعا الاحسن ان انتي تشتغلي كل الاجزاء مع بعض عشان تكوني قاصة نفس القص. تمام، انا ده اللي انا خلصته لوحدي، ده الشكل بتاع الشراشيب. عايزه اقول لكم السبراي مثبتة حلو قوي، بصوا عجبني جدا في السليبر. في ناس مره سالتني احط غيره ابيض، فانا لا مش مع فكره الغيره الابيض خالص، هو اخرك ان انتي تحطي السبراي بتاع الشعر، بس هاتي نوع يكون كويس، النوع ده حلو قوي، مش عارفه هتلاقوه متاح كتير ولا لا. انا كنت جايباه من جروب كوريشيستا، بس برضو مش عارفه اذا كان عندهم تاني نفس النوع ولا لا، بس هو تحفه يعني مثبت. انا نفسي استغربت النتيجه بتاعته. تمام، هبدأ بقى ان انا احط السليبر ده قدام عيني. هقول لكم على حاجة، هو قص الشراشيب ده موهبة بتيجي مع كتر الشغل والاستمرارية. في ناس بتشتكي بايدي كتير قوي ان هم مش عارفين يظبطوا القص، وانا لو انتي مبتدئة القص هيبقى صعب شوية، بس اهم حاجة زي ما قلت لكم المقص، المقص يكون قوي على حسب الخيط، طبعا مش كل الخيوط المقص ده ينفع لها. انا بحب المقص ده في الخيوط المحلوله جدا، لكن في مقص تاني عندي للخيط المجدول برضه هبقى اوريه لكم. هبدا بقى ان انا اقص، ممكن تقصي بالطريقه دي اللي هو بتسيبي الحاجه على القطعه اللي انت شغاله عليها وتقصي، ممكن تمسكيها في ايدك، فانا بفضل الطريقتين. يعني انا هبدا معاكم كده، اول طريقه زي ما قلت لكم تحاولوا، هقول لكم برضه على فكره حلوه قوي تخليكي تظبطي القص. في مساطر اللي هي بتاعه المدرسه، المسطره اللي احنا بنسطر بيها، بيبقى في مسطره رفيعه فيها ومسطره اتخن وكده، فانت ممكن تشتري كل يعني كل حجم من المسطره وتثبتي المسطره هنا مثلا وتقصي من بعديها. الطريقه دي حلوه جدا، كنت بجربها في البدايه وكانت جميله بصراحه. تمام، هبدأ بقى اخلي كده السليبر قدام عيني وانا بقص، واقص الخيط بتاعي. بالراحة جدا، السرعة مش هتفيدك نهائي، مش تخلصي بسرعة، لا خليكي بالراحة وقص الخيط كويس. مش هتقدري تظبطيه بعينك زي ما قلتلك، اعملي الطريقة التانية اللي هي بتاعت المسطرة او اللزق الورق، ممكن تلزقي برضو ورق تحدديه على الطول اللي انت عايزة تقصي من عنده. تمام، بس لو في زيادات انا برجع بوقف القص. شايفين الاسبرينة تكتو عاملة ازاي؟
الخراشيب ماسكة في بعضها، ده بيدل على ان هي ناشفة. تمام هكمل. خلصت كده القص بتاعي، ونيجي بقى عند المرحلة اللي هي بتاعت ليفل الوحش، وهو ان انا ابزق الشغل بتاعي على السليبر. في ناس بقى طلعت على الفيسبوك، وانا بسميه سيوح بصراحة، لان الطريقة بتاعتي انا بلزق بيها بقالي كتير قوي. تمام، ولزقت بيها السليبرز بتاعتي السنة اللي فاتت، رحت بيها مصيف ومعايا لحد دلوقتي. انا ممكن اوريها لكم في نهاية الفيديو ان شاء الله. فالطريقة حلوة جدا، فأي حد بيعيب على الطريقة بتاعتي هو مجربهاش ممكن، أو جربها وجاب نوع سوبر جلو مش أحسن حاجة. أنا دايما بقول الحاجة اللي أنا جربتها بنفسي وطلعت كويسة معي، فالسوبر جلو ده كويس جدا، وهو من أحسن والله الأنواع بجد اللي أنا جربتها. تمام، وبرضو الغيرة الحمراء أو الشعلة أو الكلة، دي المسميات التلاتة بتاعتها بتديني يعني بتوفر عليا جامد في الوقت. تمام، هاخد بقى كده من الغير الاحمر ده، هو ده اسمه يعني، انا مش عارفه بصراحه هو اسمه ايه الصح يعني. اكتر حاجه هبدا بقى ان انا افرد كده على الوش بتاعي بفرشه او باي حاجه، مش هفرد على الجوانب خالص، انا بسيب هنا حوالي 3 سنتي مش باجي جنبهم. تمام، انا الكله دي او الغيره ده انا بثبته على الوش بتاعي كله ما عدا الجوانب. هبدأ اول حاجة انا احط الاجزاء كلها، وبعد كده هبدأ ان انا اثبت الجوانب. انا هنا كان عندي في الحرف هو البداية بتاعت الضفيرة، فهخليها برضو في الحرف او في السليبر من الاتجاه اللي هو مش من جوه يعني، ده السليبر من بره. فانا هبدأ ان انا احط الاجزاء بتاعتي بالشكل ده. تمام، اظبطها طبعا. لو الخيط اللي انا منضفاه ظاهر هحاول ان انا اداريه بان انا بزق كده الزيادات لجوه. تمام كده انا ثبتت اول جزء. تمام، هاخد برضو تاني جزء، هخلي برضو الجزء بتاع اللي هو العقد من نفس الاتجاه، وممكن اعكسه لو حسيت ان هو هياخد معايا ضخامة شوية ممكن اخليه هنا عشان يبقى الاتجاه التاني اقل شوية. تمام، ازقهم كده جنب بعض. اخر جزء بقى عندي بتاع الشراشيب هحطه برضو. هجيب بقى السوبر جلو بتاعي، هاجي هنا في اول جنب كده هحط على كل الجزء اللي هو مش عادي الكله. تمام، انا بثبت بالطريقه دي كده، بحط واروح حاطه صباعي على القطعه اللي انا هثبتها دقيقه مثلا او 30 ثانيه على حسب. لما احس ان هو لزق، هو بيلزق بسرعه جدا يعني، هو كده خلاص لزق. بعد كده هحط هنا كده فوقيه حبة بسيط خالص كده على الخيط، ومش بيغير لون الخيط على فكرة، هو بس بيديني كأن الخيط مبلول، وانا مش بحط على كل الخيط، انا بحط على جزء بسيط جدا منه. تمام، اللي انا عملته بقى ده هكرره في كل الجوانب بتاعتي وفي كل الاطراف بتاعت الخيوط بتاعتي. شايفين انا بلزق بالطريقة دي، بعد ما بلزق بحط كده جزء بسيط على الخيط نفسه، برضو بفضل حاطه ايدي لغايه ما احس انه خلاص لزق. ده كده خلاص، بصوا لزق، شايفين انا بعمل بضفري مش بيطلع نهائي. تمام،
هبدأ بقى أظبط من هنا كده وأخليهم جنب بعض بالظبط. قبل ما أثبت الجزء التاني أكون مظبطة الوش بتاعي وأخليه زي ده كده بالظبط. تمام، هكمل لزق بقى الجوانب وأرجع. خلصت كده، أنا ثبتت كل الأجزاء بتاعتي، وبعد ما ثبتت آخر جزء الأوف وايت ده من الجوانب أنا رشيت السبراي بس، أنا ما سرحتش ولا أي حاجة لأنه كان تسريحه ثابت زي ما قلتلكو. انا بس اديت له كمان طبقه اسبري عشان يكون برضو ثابت اكتر قبل ما نغلفه او كده. بتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو، وان انا اكون جاوبت على كل استفسارات كل انتوا بتبعتوها لي تسالوها لي على شغل السليبر، لان طبعا هو ده السيزون بتاع السليبر، ودايما انتوا بتفضلوا تسالوني نلزق ازاي، نشتغل ازاي، ننظف الشغل ازاي، الفينش بتاعي من الجوانب بيكون عامل ازاي. فده شكل الجوانب بتاعي بعد ما خلصت. تمام، وده الشكل بتاع السليبر كله. طبعا في نهاية الفيديو بتمنى برضه ان الشرح يكون عجبكم، وان شكل السليبر يكون حلو. وبفكرك لو كنتي اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي، واعملي لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. شكرا.